كابتن خالد بيبو رجع لنا مرة تانية. كابتن خالد بيبو معانا على التليفون، رئيس قطاع الناشئين. يا كابتن خالد، في البداية صباح الفل على حضرتك. يا صباح النور. أهلا بيك، وسعداء بجد باللي بيقدم في قطاع الناشئين. وأنا قلت لحضرتك قبل كده الكلام ده حتى لما اتقابلنا هناك وعرضنا يعني الصورة زي ما بيتقال صورة حية على التقديم والاختبارات، والأهالي إزاي كانت موجودة تقريبا من الساعة 6 الصبح وجايين من كل المحافظات. ده أكيد بيأكد نجاح هذه المنظومة، بيأكد قد إيه في رغبة شديدة في الانضمام لهذا الكيان المحترم. في كان كمان نقطة عايزة أتكلم مع حضرتك فيها أنا وكريم، وهي فكرة زيارة فيتوريا. انعكاسات هذه الزيارة، ايه الكواليس اللي حصلت؟ ايه الحكمة كمان من ان هو كان يزور قطاع الناشئين؟ اتحدثتوا عن ايه حتى خلف الكواليس؟ خلينا نعرف من حضرتك كابتن خالد بداية. طبعا صباح الخير، وانا سعيد ان انا موجود معاكم، وصباح الخير على كل مشاهدي النادي الاهلي. ويعني انا سعيد ان انا موجود معاكم، وان احنا بنتكلم في حاجة كنا نتمنى ان هي تحدث من زمان، وطبعا المدير الفني للمنتخب مصر قلنا يعني حاجه كويسه جدا، يعني ان هو فكر ان هو يجي يشوف الدنيا ماشيه ازاي، ويشوف قطاع الناشئين ماشي ازاي، ويتكلم عن اللعيبه المميزين في قطاع الناشئين، ويشوف يشوف امكانيات قطاع الناشئين، واتعامل معاه برزنتيشن كويس جدا، شاف احنا بنشتغل ازاي، وزار النادي وزار الملاعب. يعني كانت زيارة كانت كويسة جدا، يعني تقريبا قعد ساعتين ونص جوه النادي، فزيارة مش قصيرة، يعني ان هو جاي يعني جاي يشتغل. وانا بصراحة يعني سعيد جدا بالزيارة، سعيد جدا بالكلام اللي اتقال فيها طبعا، فنتمنى ان شاء الله ان هو هيتحقق، ويبقى هو ده اللي احنا بنفكر فيه في الفترة الجاية، ازاي يبقى في يعني ازاي تقدم للكرة المصرية بشكل خاص، لان ده حاجه تهمنا، وكل الناس شايفه طبعا في الفتره الاخيره يعني منتخب المغرب، وبتقارن دايما بان منتخب مصر المنتخب المغربي ازاي وصل للادوار دي واحنا لا. فطبعا لا، موضوع كبير جدا، يعني لازم 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 يتحل طبعا، ولازم يبقى ليه بدايه. البدايه دي هي اللي هتخلينا نوصل، ان احنا نوصل ابعد من كده كمان. احنا عندنا كل العناصر اللي تساعدنا ان احنا نبقى كويسين، بس هي لازم كلها تتركب وتتحط مع بعضها وتتركب بشكل كويس، وان شاء الله تبقى في حاجه كويسه باذن الرحمن. كابتن خالد، يعني برضو من اللقطات الجميله اللي كلنا تابعناها امبارح اثناء مباراه الاهلي، وشفنا فريق سبارتا التشيكي، وعرفنا كمان تفاصيل ان هو جه وقعد عامل معسكر عندنا، وان شاء الله هيكون في لقاء ما بينه وما بين ناشئين النادي الاهلي. الى اي درجه المباريات الوديه اللي من النوع ده، وخصوصا مع فرق اجنبيه بتلعب كوره مختلفه، مدارس كرويه مختلفه، الى اي درجه هيبقى للموضوع ده انعكاس طيب على الناشئين بتوعنا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه برضو عايز اسال حضرتك على، يعني بحكم خبراتك بقى التراكميه السابقه، هل في اختلاف في كواليتي الناشئين اللي بيتقدموا للانضمام لناشئين النادي الاهلي دلوقتي عن زمان؟ ده سؤالين محتاجين وقت طويل جدا ان انا ارد عليهم. خلينا ناخد الجزء الاولاني من السؤال. طبعا الزياره دي هي بالنسبه لنا هي زياره مهمه، انت لازم تبص براك، يعني تشوف الناس بره بتشتغل ازاي، الناس بره وصلوا لسبارتا. دي فرقه من الفرق المصنفه من اكبر 10 فرق في العالم، بتصدر لعيبه ناشئين، بتخرج لعيبه ناشئين، ده تصنيف عالمي، مش احنا اللي بنقوله، يعني ده تصنيف عالمي. فرقه كويسه قوي، فرقه عندها ناشئين بيشتغلوا بشكل كويس جدا. فاحنا حابين نشوف التجربه ماشيه ازاي، نشوف احنا نقيس ولادنا على يعني على الفرقه، قدرنا ان احنا يعني يبقى في مباراه ان شاء الله هتقام النهارده. يعني احنا محتاجين حاجات كتير جدا 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 ان احنا نشوفها من خلال اللقاء ده، نشوف الناس دي بتفكر ازاي لما جم عاملين تجربه. هم طبعا هناك ما بيشتغلوش زينا كده، كل الاعمار السنيه بتشتغل معاه، لا هم عاملين زي منتخب 2006 و2005 و2004، اللعيبه المميزين بيعملوا لهم فرقه، بيخرجوا بيها معسكرات بره، بيلعبوا ماتشات مهمه. فاحنا بنشوف بنجرب الدنيا ماشيه ازاي بره، عشان احنا نوصل لنقطه ابعد في الفتره اللي جايه. فهم الناس موجودين بيتمرنوا عندنا في الملاعب في مدينه مصر، وامبارح طبعا طلبوا ان هم لما يكون في مباراه للنادي الاهلي حبوا ان هم يروحوا يشوفوا الفريق الاول،
فطبعا اداره النادي على طول لبت الطلب يعني دخلوا المباراه، وزي ما شفناهم احنا عارضين بالفعل الفيديو لحظه دخولهم الاستاد ومتابعه فعاليات الماتش. فطبعا يعني بشكر طبعا الدكتور سعد لما انا كلمته في وقت كان متاخر جدا، وقدرنا ان احنا بسرعه جدا ان احنا نوصل لهم الامكانيات المناسبه ان هم موجودين في المباراه بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي ويليق بيهم طبعا. فطبعا هم كانوا سعداء انت عارف النادي الاهلي يعني اي حد يخش الاستاد ويشوف ويشوف النادي الاهلي لازم يبقى مبسوط يعني طبعا من حسن المقابله، والنادي الاهلي طبعا نادي كبير. فطبعا الجزء ده خلص اللي هم موجودين، ان شاء الله نعمل مباراه النهارده ويبقى فيها لقطات كده تتذاع في قناه النادي الاهلي ان شاء الله، الماتش هيتصور ان شاء الله يتذاع. طبعا الجزء الثاني طبعا اللي انت بتتكلم فيه اللعيبه طبعا اختلفت عن زمان، يعني زمان كانت كلنا كنا لما بتروح اختبارات كنا اللعيب كان بالفطره، كان الموهبه بتجيلك من بتكتسبها من الشارع من اللعب الكتير في الشارع. دلوقتي بقى في اكاديميات بالظبط بتعلم طبعا وبتشتغل، بس للاسف يعني في جزء طبعا جيد وفي جزء مش جيد. في الجزء الجيد ان الولاد من السن الصغير ابتدى يتعلم حاجات كتير جدا، بس في الجزء اللي مش سيء ان هو بيتعلم حاجات غلط. يعني ان الناس كلها طبعا الولد لو ما طلعش من الملعب هدومه يعني مش نظيفه لا انا مش فاهمه كابتن خالد، بيتعلم حاجات غلط لو لعب من في الاكاديميات، ولا حضرتك بتتكلم عن اللعب اللي هو زمان الشارع اكتر؟ لا انا بتكلم على دلوقتي. زمان خلص، احنا دلوقتي بنتكلم في العصر الحديث يعني. فبيجي لك ولد بيشتغل يعني اتمرن كتير قوي، فممكن تلاقي الولد اتعلم حاجات غلط في اللعب، او ان هو بيبقى بياخد اوقات تمرين ازيد من اللازم. ان اولياء الامور دلوقتي بيضغطوا على زمان كنا احنا عشان تتعب لازم يعني مع الاهل كانوا بيقول لك لا ما تلعبش، فكانت دي بيبقى فيها رد فعل. دلوقتي واولياء الامر ممكن يخرج الولد من المدرسه عشان مش يلعب. فالافكار طبعا اختلفت، بس طبعا ده بتخلي ان اولياء الامور بقى بيضغطوا على الاولاد بطريقه مش صعبه جدا. يعني انت بتلاقي الولد صاحي من الصبح من الساعه 6 رايح المدرسه، وبعدين من المدرسه على تمرين النادي، بعدين من النادي على تمرين برايفت، وبعدين تمرين برايفت على تمرين السباحه، وبيرجع تاني شهر. فتلاقي الولد بيشتغل يبدا يومه من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 10 بالليل. فطبعا الولد بيجي يوصل 15 16 سنه بيتحرق، ما بقاش عضلاته كلها مش مستحمله اي حاجه. وكمان درجه الاستيعاب بتاعه بتقل. فاحنا يعني اولياء الامور رفقا بس بالاولاد، لان في السن الصغير ما ينفعش ان انت تهلك الولد بالشكل ده، وان انت تفضل طول النهار بتلف بيه. انت اي ست دلوقتي يعني العربيه بتاعتها لو معاها عربيه تبقى فيها ثلاث اربع شنط، شنطه المدرسه شنطه النادي شنطه البريك. حرام الولد الصغير الضغط اللي بيحصل عشان على الولاد كتير جدا 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 جدا. اولياء الامور بقى في الموضوع ده بقى عندهم شراسه مش طبيعيه، بان هو ابني لازم كل حاجه يعمل كل حاجه في التوقيت ده وهو صغير. لا الولد الصغيرين لازم يعيش حياته، لازم يروح المدرسه ويلاقي وقت ان هو يذاكر، ويلاقي وقت ان هو يتمرن، ويلاقي وقت ان هو يخرج يقعد مع اخواته في البيت، ويقعد مع اسرته، ويلاقي وقت ان هو عنده اصحاب. لازم طبعا. لازم الولد يعيش عيشه طبيعيه. انما اللي بيعملوه اولياء الامور في الولاد ده بصراحه مش هيبقى فيه بعد كده مستقبل ليهم. الولد بيبقى عنده 10 و12 سنه بيقول بيضغط ضغط مش طبيعي. بعدين هو بيبقى قاعد ولي الامر قاعد طول الوقت عمال يوجه فيه وبيزعق له وانت وحش. ما ينفعش الولاد الصغيرين في السن الصغير ده لازم تطبطب عليه، ولازم ان هو يحب الرياضه، ولازم ان هو يبقى رايح التمرين وهو مبسوط، رايح المدرسه وهو مبسوط، عشان تقدر تاخد منه حاجه. انما فكره ان الولد مضغوط من المدرسه ومضغوط من التمرين ومضغوط من ولي الامر ومضغوط من البرامج، لا انت هتطلع ولد سليم ازاي؟ بس كابتن خالد يعني في مرحله سنيه ما، ولو هنتكلم بدايه الاحتراف بتهيالي الوضع بيبقى شويه مختلف. يعني انت ساعتها فعلا بتبقى عايز الديديكيشن، او الواحد يبقى خلاص مش شايف غير كره القدم، وده يمكن بيحصل في او مع لعيبه اوروبيين تحديدا او عالميين، خلاص هو لازم يحترف ويبقى مش مركز غير في هذا الامر، حتى لو ممكن في بعض الاحيان بيجي على سبيل
دراسته، يعني هل ده برضو صح ولا غلط من وجهة نظرك؟ والنقطة الثانية سريعا اللي عايزة أروح مع حضرتك فيها، لأن احنا عاملين قطاع الناشئين حاليا، وأنا كنت بقول لحضرتك في طفرة حلوة شايفينها على الأرض. لو كلمنا هذا الموسم يمكن 2001 وحضرتك تصلح لي، وخمسة وستة وسبعة دلوقتي محققين فوز على كل الماتشات أو في كل الماتشات على فريق ناشئين الزمالك، فده برضو إن دل على شيء فيدل على طفرة كبيرة حاصلة على الأرض. خلينا نروح مع حضرتك برضو للنقطة دي. بص انت، انا الكلام اللي انا بقوله ده على الولد اللي هو سنه 10 و12 و11 13، الكلام ده كله في السن الصغير ده الاساس. لما تبني في الاساس كويس قوي تقدر بعد كده، تقدر الولد لما يوصل 14 و15 سنه يطلع لك سليم بدنيا، ما يطلعش ان هو اتهلك بدنيا، ما يبقاش ان هو الولد عضلاته كلها خلاص ما بقاش تحملها. طبعا اللي انت الجزء اللي انت بتتكلمي فيه ده طبعا خلاص، هو بعد ما يوصل لل 16 و17 سنه هو دخل في سن احتراف. الكلام ده انت بتتكلمي في اوروبا ممنوع ان الولد يبقى محترف اقل من 16 17 سنه، يعني ده في اوروبا انت ما تقدرش انت في مصر تودي ولد محترف لما يكون عنده 18 سنه. فاهم قصدي ايه؟ هم ما بيقبلوش ولاد، ما بيقبلش ولد اقل من 18 سنه، لازم يكون عنده 18 سنه عشان يقدر ياخده بره. فاهم قصدي ايه؟ فهو طبعا يعني اللي انا بقوله لك ده بي يعني دي العالم كله بيشتغل كده. احنا بس يعني اسمها حتى التنس الرياضة ده ال 10 وال 11 ده كله ده اسمها مهرجانات براعي مش بطولات. يعني هو اصلا ما بتتحسبش المكسب والخساره، فانت اصلا ضاغط ولد على مكسب وخساره، ابتدوا الاهالي بيحسبوها مكسب وخساره. انا بتكلم في الجزئيه دي فرصه معاكم، لان انا عايز الولاد يبقوا طالعين يعني سليم بدنيا وسليم نفسيا وسليم يقدر يستوعب كل ما يكبر، يقدر يتعلم حاجه جديده. طب هل النقطه دي يا كابتن خالد راجع عليه زي ما حضرتك ذكرت مشكله عند الاهالي تحديدا، ولا مشكله في بعض الاكاديميات اللي هي موجوده وبلا ذكر اسماء، هي مختلفه وموجوده في انحاء مختلفه، لكن ربما مش بتادي الشغل السليم على الارض، وبالتالي ممكن تؤثر بدنيا على البراعم زي ما حضرتك اتكلمت من سن صغير جدا؟ لا، هي مشكله اولياء امور، مش بس يعني عشان الولد في السن الصغير ده المسؤول عنه هو ولي الامر. تمام. هو اللي بيقعد يلففه اللفه دي، لانه هو مقتنع ان الولد لما ياخد حاجه زياده عن زمايله هيفرق عنه، ممكن يفرق دلوقتي، ممكن يبقى فارق عنه دلوقتي، بس بعد شويه هتلاقي الصغير اللي هو طالع بالشكل الطبيعي هو اللي بيفرق. انما في السن الصغير ممكن تلاقي ولد جسمه اقوى اسرع، دي جينات. تمام. يعني هي النقطة في الضغط من سن صغير على هذه البراعم. طيب النقطة الثانية كنت بتكلم مع حضرتك فيها، فوز وتألق ناشئين الأهلي يعني 2001 و5 و6 و7 حتى هذه اللحظة في ماتشات مختلفة على ناشئي الزمالك، برضو ده راجع لإيه؟ خلينا نعرف منك. والله طب بص، المكسب ده حاجة طبعا يعني بيبقى كرم من عند ربنا، أنت بتشتغل وبتتعب وبتجتهد وبتحاول إن أنت تضم العناصر المميزة اللي تفيد الفريق، نحط البرنامج. احنا تقريبا اول نادي كنت اشتغل في الموسم ده، بدأنا الموسم بدري جدا، عملنا فترة اختبارات، وبعد من فترة اختبارات عملنا فترة اعداد كويسة، فكان عندنا الوقت ان احنا نشتغل بشكل كويس. الحمد لله يعني الدنيا ماشية كويس، وده يعني دي كورة، يعني انا ممكن اكسب وممكن يحصل تعادل وممكن يحصل خسارة، ده توفيق من عند ربنا. بس اداء كويس بصراحه. بالظبط، اهم حاجه ان انت تشتغل كويس، وان انت يبقى عندك دايما اللعيبه جاهزه، وعندك دايما انت بتفكر لقدام عشان تفيد الفريق الاول وتفيد منتخب مصر، واللعيبه تقدر ان هي حتى لو خرجت للاحتراف تبقى بشكل كويس. انما المكسب والخساره ده انت بتحاول تزرعها في لعيبه النادي الاهلي من البدايه وهو صغير، عشان ده هو هدف النادي الاهلي، هو ما ينفعش الا يبقى نمره واحد. صح. انت بتزرعها جواه ومن هو صغير. صح. انما في الاول والاخر برضو انت بتفكر في حاجه ابعد من المكسب والخساره بالنسبه لقطاع رشيد، انت بتعمل لعيب كوره كويس عشان يقدر يفيد النادي الاهلي في المستقبل والمنتخب بعد كده. رائع جدا كابتن خالد. طبعا. اشكرك انا وكريم جدا على هذه المداخله. كان معانا كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، ويمكن ذكر اكثر من نقطه في غايه الاهميه. بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي.